ارتكب خطأ كبير أمامك لاعب كبير ومر من حارس المرمى وفي الشباك، كرة بتتسدد. أول أهداف المباراة تأتي للعملاق رينجرز، للعملاق رينجرز، 1-0 ليفرتي في المرمى، والثانية حطها ستيفن ديفيز لاعب منتخب إيرلندا الشمالية ب 44 مباراة دولية. هنا الكرة بدأت وهنا انتهت، بدأت عند اللاعب نايسميث ومرورا براندولف الحارس، لكن الكرة وساعدها بطمرة تمريرة متقنة، عرضية رائعة ورأسية أروع وأروع وأروع في شباك راندولف للمرة الثانية. ثالث مرة في مرمى راندولف، ثالث مرة لعبها الحج ضيوف وسحبها وخذها. لاحظ هات وخذ، يفتك من الرقابة وسط الزحام وسط الرقابة اللصيقة، شوف شلون افتلت، شوف شلون افتلت كان ماسكة ومراقبة، ومع ذلك يحطها بقوة وبإحكام من لاعب كبير نايم وتسديدة. الله على هذا الجول، يا سلام، أحييه اللاعب الكبير نايسميث، أهدافه تحتاج تعظيم سلام الحقيقة لهذا اللاعب. من زاوية صعبة، من زاوية عمية الحقيقة حطها الهدف الأول، قلنا أحلى أهداف الأسبوع وهذا أيضا من أحلى أهداف الأسبوع. شوف من زاوية صعبة، الله يا لجمال هذا الهدف، الحج ضيوف ولفها بزاوية صعبة وحطها من زاوية ما تنحط، والحارس المرمى شوف لافة ورايحة.